مرحبا، أنا آلاء البدوي، عمري 13 سنة، من أقليم العودة، مدرسة هناك مخيم جرش. أول شيء بشرفني إني أكون معكم بهاي المادة الحلوة، وبشرفني إني أستمع لسيدات من حمار يعني ناجحات. سؤالي للست حنان خضر، واللي هو واحد من جوانب المساواة بين الجنسين، هو إعطاء مساحة أكبر للفتيات عشان ينخرطوا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كيف نقدر نحقق هذا الشيء؟ شكرا، تفضلي أستاذة حنان، سمعت السؤال؟ سمعت السؤال، شكرا يا آلاء. الفرص موجودة كتير، بس إحنا بدنا ننتبه عليها وندخل فيها. إحنا المشكلة إنه في كتير مثلا برامج متاحة، بس في عزوف مثلا من البنات إنهم يشاركوا فيها. ما بدي أحكي لك إنه يعني الفرص محدودة، بس برضو في نفس الوقت أنت كبنت مثلا موجودة في الأردن، تقدري إنك أنت مثلا تدخلي في الشبكات اللي موجودة على الإنترنت، بتقدري إنك أنت تتواصلي مع بنات في التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم بشكل أكبر. إحنا كمان كمؤسسات مثلاً محلية عملنا كتير من البرامج اللي بتستهدف البنات وتشجيعهم إنهم هم يدخلوا على هذا المجال. في برامج عالمية مثل برنامج مثلا تك جيرلز، هذا مثلا من اكثر البرامج الحلوه. انا رحت على تك وومن، وفي نسخه للبنات كثير مهم هذا البرنامج. في عندك كمان برامج صارت في المحافظات مثلا لتعليم البرمجه، تعليم عمل الويب سايتات، برمجه الويب سايتات، الساينس والستم ان جنرال بشكل عام. ففي فرص، بس احنا بدنا نكون منتبهين عليها ونسمع فيها. بلكن انه برضو يعني بعد هاللقاء تم مشاركه مجموعه من مثلا الروابط لهاي المبادرات، وممكن انها تتوزع على الجميع والجميع يشارك فيها بغض النظر وين ما كانت، وين ما كانوا هم من اي اقليم، بس هم بيقدروا انهم يشاركوا فيها. فالفرص موجوده. الا خرجت من قلب صفصاف فلسطين وتحديت كل العراقيل، خرجت أنا من بين أسوار القدس من شرايين الوطن، زين عصام كايف. ترعرعت في مدارس الأونروا في شمال لبنان، وصبغ والدي على جبين القوة للوصول إلى الصف الثاني عشر علوم حياة في ثانوية الناصرة، ولقنني اللغة الإنجليزية فأبدعت بها، كما حملتني أمي على كتفي الصبر ومجابهة المصاعب. تألقت منذ نعومة أظافري بقوة الشخصية ورهابة الصوت والثقة والجرأة، فشاركت بعدة مناسبات وطنية كيوم الأرض الفلسطيني وعيد الاستقلال اللبناني وعدة مناسبات وطنية أخرى، فغنيت على المسرح ولمعت بصوتي المميز وحصلت على درجاتي الأولى في كل المجالات. وبالرغم من الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان الآن، فإن هذا لم يكن عائقا في طريقي للحصول على تقدير امتياز أو الحصول على المرتبة الأولى في الناصرة. أسعى دوما لكسب الفرص في تطوير مواهبي بما فيه الكتابة والفن ومجال الإعلام والصوت، وأسعى لكسب فرص ذهبية لدخول عالم الطب والتكنولوجيا. وكما أنا أراكم الآن، أرى بين أيديكم حلمي وطموحاتي تحلق في الفضاء ليفخر بي وطني وأهلي ومعلمي، وسررت جدا بلقائكم. شكرا شكرا يا زينة، أبدعتي. سؤالك ستي، تفضلي. مرحبا عزيزتي السيدة العظيمة رولا فياض، بما أنك مؤسس ومدير تنفيذي لشركة ضخمة وهي شركة بيافي، شركة تعنى بالسياحة وترتيب رحلات سياحية حول العالم حسب ميزانية المسافر، بالنسبة للنجاحات التي وصلت لها، كيف يمكنني بناء شركة عصامية كالتي أسستموها حضرتكم؟ شكرا يا زينة، تفضلي رولا. شكرا
زين على هاي السؤال، شكرا على الانترودكشن الحلو. عشان تعملي شركة، نحكي اللي عم تكبر الشركات اللي عم نعملهم، أول شيء لازم تلاقي الناس اللي رح يساعدوكي إنك تبني هاي الشركة. لحالك ما حد بيقدر يعمل شيء. إحنا كنا عنا كوفاوندرز، عنا تيم، عنا ألف شغلة عشان نعمل الشركة. فهاي أول شيء، الناس، the people، الناس اللي عندك. يا تانيا محتاجة الدعم، الدعم المعنوي، دعم المالي. دعم المالي يعني سهولة، في ألف طريقة بنقدر نعملها، بس الدعم المعنوي بيجي من أصحابك، من أهلك ومن حالك، يهيئوكي. وثالثا بحاول أحكي إنه لازم، إنه عشان يكون عندك شركة زي هاي، أي شركات ستارت أبس، أهم شيء فيها التركيز. أنت لما تعملي إنه أنا بدي أعمل شركة، ليه عم تعمليها؟ هل إنه لازم يكون له علاقة بفيجن اند ميشن، برؤية أنت عامليتها للشركة قبل ما تبلشي، عشان أنت رح تكوني الواجهة لأي حد بده يحكي مع أنت، الواجهة تاع your startup at the end of the day. فبضلني أحكي لكل الناس، إذا ما في رؤية، مستحيل إنه الناس اللي بدهم يدعموك رح يفهموا شو عم تعملي، فمش رح يدعموك. فهاي هو كان أهم شيء اللي أنا اشتغلت عليها. وبس لمعلوماتك، هاي الشيء مش لما تبلشي بس تشتغلي عليها، الرؤية بتعدل، الرؤية بتغير. جاء كورونا عدلت رؤية نص شركات العالم، فهاي شغلة an ongoing process. بس إذا عندك الشغف وإذا عندك الحب إنك تبني، والشركة اللي بتبنيها يكون إلها حل لمشكلة، أنت بتآمني إنه هذا الحل، أنت بنيتي حل لمشكلة، ما بشوف أي مشاكل إنه تكبر الشركة. at the end of the day الناس اللي فيها برجة بعيد، والشغف اللي عندك إياه، والرؤية هي اللي هي خلاصة إنه a good start of a company زي ما بنحكيها. شكراً جولا.